هناك أنباء عن أن هناك أتوبيس لجمهور، يعني يحمل جمهور نادي الزمالك جاي من دمياط، وهو جاي من دمياط الحقيقة عمل حادثة. وهناك أنباء عن توفى أحد الأطفال اللي كانوا متواجدين اسمه أدهم. فطبعا البقاء والدوام لله، ويعني في النهاية كانوا رايحين يشجعوا فريق نادي الزمالك، ولكن لازم نقول لحضراتكم أن هناك أنباء تفيد بهذا الموضوع، ان كان في اتوبيس جاي من دمياط وحصلت حادثه. ما اعرفش، انا مش عارف اتاكد من الموضوع حتى الان، وبيحاولوا يتاكدوا، ولكن بنقول لحضراتكم ان ما هي الا مجرد انباء، هل هي صحيحه ولا مش صحيحه انا هتاكد من حالا كمان شويه. ولكن احنا من هنا بنعزي اسره الطفل الصغير ادهم ان شاء الله ما يكونش في حاجة تخص هذا الموضوع. ولكن لو كان حصل هذا الموضوع، احنا بنبادر كقناة النادي الاهلي وعن كل المسؤولين في النادي الاهلي، نحن بنعزي أسرة هذا الطفل، وان شاء الله المصابين يقوموا بالسلامة ويرجعوا بألف سلامة. كابتن بلال.